اعلى مستوى، عايزين مكان هنا ومكان الشيخ زايد نقدر نعمل حاجة للأيتام والمعوقين، وأطلع مشروع كبير. أنا بخاف أقول لأن الناس بتقلد، وللأسف لما بيقلدوا بيقلدوا بالغلط. ويعني دايما أنا بقول كده، يعني الحمد لله أنا بيجي لي الأيتام كتير، وبعمل لهم مهرجان معين شهر بالكامل في وقت ال وقت معين اللي هو اللي هو شهر 4. شهر 4 بيبقى الأيتام كلها، وأنا لسه عاملة حفلة للأيتام قريب. فعايزة أقولك أنا بشوفهم أمارات، ونفسي أعمل لهم حاجة، ونفسي أعمل يعني حاجة خبرة من بره جايين إن شاء الله، بس لازم اللوكيشن ومكان، لأني هعمل أكاديمية وأطلع تدريب ومدرسة، مدرسة للأطفال ويطلعوا متعلمين معاهم شهادة، مش كده ست مستشار؟ وقلنا هنعمل حاجات الحقيقة إن شاء الله، يا ربي بس ما حدش يخطف الفكرة. فأتمنى من السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الإسكان والسيد وزير الشباب والرياضة المحترم يقفوا معنا، وإحنا نحط إيدينا في إيد بعض. وأنا مستعدية إن أنا لما اختاروني سفيرة النوايا الحسنة